ما كان قصدي بكيكن ولا زعل حدا فيكن، أنا كمان بكيت كتير اللي راحوا كتار. كل يوم عم نودع بعض، عم نخسر أحلى حياتنا نحن وبعض عن بعض، بس الأمل بيبقى موجود وحبنا لبلدنا كل يوم رح يكبر أكتر وأكتر. ولكل من ويجبرنا على الرحيل سنعود، كان اللي كتبته نانسي عجرم قبل إطلاق الكليب. صباح الخير سمير. بونجور كريم. بونجور مباشرة من دبي، كيفك؟ الحمد لله، أنت كيف؟ أنا كتير منيحة. أول شي بدي أقول لك مبروك كتير على الكليب. خليني بلش من الكليب وارجع لورا، أوكي؟ يا. سمير، الكليب فيلم قصير، ما يعني قليل، مش رح أقول معدومة، لا في قليل، بس لنشوف كليبات هالقد ناعمة، هالقد حلوة، هالقد فيها دفى، هالقد طبيعية، منا متزلفة، منا مثل كليبات الثمانينات اللي مصرين يصرون إصرارا البعض إنه يكملون بال 2020 2021 رح نصير الأولد فاشن، اللي ببقى حدا يعمل هيك شيء. كليب جميل جدا، وصل الرسالة مباشرة إلى القلب. صح، خبرني عنه. لكن هو الشيء بهذا الكليب، يعني رح اعتبره مثل ما قلت فيلم قصير، ما بيشبه شيء تاني لأنه هلا في قضية. وهون كان يعني إذا بدك الشيء اللي عملناه، قررنا إنه نضوي على موضوع إذا بدك سكند لاير على اللي عم بيصير بلبنان، وهي كانت إذا بدك الأبوجي تبعها كان الوقت صار الانفجار. صح، يعني من عائلتي وجري، يعني أنا أختي هاجرت هي وعائلتها، وعندي كل أصدقائي وعالم بالدومان كله عم بيفلوا، حتى عم بيلاقوا هلا طريقة ليفلوا. فهيدا شيء صار كتير عم نسمعه كتير، يعني هي الهجرة من قبل عم بتصير، بس هلا صارت يعني حتى أنا عم فكر شو معقول أعمل، ببقى بالبلد ما ببقى، لأنه صرنا بمحل حاسين حالنا البلد مش لإلنا. نعم. وما بيشبهنا بقى. صحيح. فمشان هيك اجت فكرة هيدا الكليب، انه صحيح عم نحكي عن بيروت، بس هي هيدي بيروت، هيدا هو لبنان، انه مشان هيك الكليب دقر كل العالم، لانه ما عملنا شيء مفزلك او شيء فوق الطبيعة، يعني هيدا شيء نحن كل عائلة بلبنان بتعيشه كل نهار احد. صحيح. بتعيشه بنص الجمعة بكل مناسبة. فهيدا مشان هيك دقر كل العالم، لانه عن جد عملنا قصص كثير بتشبهنا، وانا يعني كنت عارف انه هيدا شيء بيشبه اللبنانية، بس وقت شفت ردة الفعل فهمت أكثر وأكثر إنه المصيبة اللي نحن فيها، وقديش كل بيت بيشبه، يعني بنشبه بعض كلنا نحن كلبنانية. صحيح. وقديش أثر هذا الكليب اللي بلبنان واللي برات لبنان، يعني أنا في عالم صار لي سنين مش حاكيهم عم بيحكوني من برا، يعني صار عندهم هيك نوستالجيا وصار بدهم يرجعوا على البلد، بس مش عارفين إذا بيرجعوا على البلد، وصار لهم مدري، يعني كل حدا بيقول لي أنا بقول ها آخر سنة هون رح أرجع على لبنان، وما عم بيرجعوا. وهلا يعني مع هذا الوضع مين بده يرجع اصلا؟ سمير، كيف نقيتوا الكاست؟ لانه الكاست كثير ظابط، كثير طبيعي، كثير يعني مش معقول، كانكم مصورين عائله عن جد، وهالعائله منا منتبهه، يعني حاطين الكاميرا ببيتها وهي منا منتبهه انه في كاميرا. الكاست كيف تم اختياره؟ هلا الكاست يعني كان تقريبا هو اذا بدك اصعب شيء كان بهذا الفيديو كليب، لانه ككل شيء تصوير نحن قادرين نعمل تقنيا قصص حلوه، بنعرف نعمل ديكور، بنعرف نعمل ضوء، بنعرف نصور، بس هذا الكليب كان كله بالتمثيل، يعني يا بينجح العمل يا بيفشل. فكان بروسس طويل للقينا هيدي العائله، ولكمان اذا بدك انه هيدي العائله نصدقها، انه نعم. عندك العائلة تلبق مع نانسي، ونانسي تكون تشبه عائلتها، سو كل هدول القصص. وهون كمان بدي ارجع اقول انه الحلو اللي صار على السات، انه نانسي والممثلين صار في صداقه بيناتهم. وبتذكر انه قبل ما نبلش تصوير انه حكينا انا ونانسي انه كيف بدنا نكسر هيدا التمثيل، الاستحى من بعض. فهون كمان بيجي دورة لنانسي قد ايه فاتت وعطيت، لك وقت نعمل نقول كات ما يردوا بقى علينا، يكفوا هن عم بيضحكوا على الطاوله، وعم صرنا هيك بالاخر نقول لهم يلا صوروا بلا ما نقول لهم، وهيك صار بالفعل، يعني في لقطات ناخذهم يكونوا مش عارفين انه عم نصور.
ونفس الشيء صار بسنة الوداع. يعني سنة الوداع أخذت معنا كتير وقت، لأنه بلشنا أول مرة أول عم نصورها نانسي فرطت، صارت تبكي، صار كل الممثلين معها يبكوا، يا جماعة روقوا بدنا نشد حالنا نرجع نعيد، يرجعوا يبكوا. سو إذا بدك يعني حتى قد ايه كان لنا نحن كفريق عمل عم نشوف شيء هالقد، كله كان عم بيتضايق، كنا مأثرين. هالقد شيء حقيقي، يعني انا بدي نعم نحس هذا الشيء. انا بدي انتقل لموضوع نانسي بعد شوي، بس هو اللي بعتقد انا اللي خلى انه المشاهد تكون حقيقيه هالقد، هو انه الممثلين هالقد حاسين عن جد بالوجع اللي عم بيعبروه. يعني مش عم بتقول لهم شيء شعور غريب عنهم. يعني انا هلا اذا بتقول لي هلا انا بمثل، خذ حدا تاني ما بمثل، اذا بتقول له تعا حطه بمحل، قل له اعطيني انك زعلان لانك بدك تهاجر، رح يعطيك لانه عن جد هو زعلان. يعني هو كلمة يعني فعل بتصير. يعني انا يعني عن جد بدي اوجه تحيه لكل الممثلين اللي مثلوا بجننوا بعقده، وكانوا عن جد يعني عم بيحسوا مزبوط شو اللي عم بيصير. يعني انا كنت جهينة اللي هي مثلت دور الام، كنت عم بترجعها توقف بكي، انه ما بدي كنت اعمل هيدا الدراما الزياده. كان بدي عن جد، لانه انا اختبرت هيدا الوداع، ما بيصير مثل ما نحن كنا بنفكر، بالعكس بيصير في بسط قبل الوداع، وقت يوصل وقت الوداع بيصير بنصير نتصرف بطريقه غريبه، بنصير نحكي قصص ما لازم، لانه ما بدنا نواجه مشاعرنا، بنصير نهرب من مواجهه مشاعرنا. اكزاكتلي، وبصير انه يعني نحن كنا وقت عم نودع نكبت هيدي الدمعه بس كرمال لما الكل يفرط. سو ما كان بدي هيدي الدراما اللي الكل معود عليها انه بنفرط بكي، وهن ما كانوا عم بيقدروا يهدوا حالهم. يعني وقت جيت لصور مشهد الام كان خلص منخاره، صار احمر، عيونها مدمعين، مش قادره تسيطر على حالها. ونفس الشيء نانسي يعني كمان، والشاب اللي عم بيلعب الدور، يعني كلهم عن جد يعطيهم العافيه. العمل نجح. بالانتقال لموضوع نانسي، نحن كمان بدنا نقول انه كلمات الاغنيه طبعا للشاعر الكبير نزار قباني، للحان هشام بولس، يعني كمان يعني هول عنصر كثير مهم بنجاح الاغنيه. نانسي اول شيء على صعيد الكاميرا بتعشقها البنت المدام، انا بضلني اشوف نانسي زغطوره خفيفه على الكاميرا، يعني تنقبل. في كثير ناس ما فيك تقبلهم، لا نانسي من النوع اللطيف اللي هيك الناعم على الكاميرا جدا، هي واحد. اثنين، نانسي بتمثل وبتمثل بطبيعيه وتلقائيه رهيبه. قديش هيدا الشيء ساعدك كمخرج انه قدامك ما في بلوك، في احساس، في امراه، في ام. ليك لو يعني هون لو اصلا ما بعرف انه نانسي عندها هالقد قدرات بالتمثيل، اصلا ما كنا طلعنا بهيك فكره، لانه هيدا يعني هالفكره اذا ما كان الفنان بيعرف يمثل كان في يطلع انه مش احلى شيء. ف نانسي مش بس يعني مش بس معي، يعني انا بكل شيء حضرت بكل اعمال نانسي مع باقي كل المخرجين، نانسي بتعرف تمثل من وقت ما بلشت لهلا، كنا عندنا تقدير لهيدي البراعه بالتمثيل. وبس هون بالذات اذا بدك هون، لانه برجع بقول في قضيه، في عندي غنيه كثير قويه، وهو عن جد بالفعل يعني نانسي ما كانت عم تجرب تمثل، هي كانت عم بتغص بالتصوير، كنا عم نتضايق. سو في هيدا البارت كمان بيساعد هلا، انه نحن اذا بدك ما حدا مرتاح، ما حدا منيح، يعني مش هيك كان عم ببين بعد اكثر طبيعي، مع هي اكيد قديش عندها القدره انه تعرف تعمل هيدي خلطه الاحاسيس بين تكون عم تضحك فجاه بتقلب لتصير حزن والعكس تمام. هيدا بيتطلب يعني براعه بالتمثيل، ومش حي لحدا بيقدر يعملها. ومثل ما قلتي يعني نانسي عندها كاريزما على الكاميرا، هيك خلص ناعمة
ناعمة، مش ما بتستفزك، ناعمة جدا جدا. سمير انت كمخرج كمان من خلال كادراتك ومن خلال المشاهد اللي بتصورها، عدا القصة المحكية في مساجات، في سيمبولات بكل قصة، يعني بكل مشهد انت عم توصل كمان مساج تاني، يعني في اول مساج وفي المساج التاني اللي بيبقى بدك تشوفه بعمق الصورة بعمق الكاميرا. يعني انت جسدت دور الام، وخاصة بالمشهد الاخر بتشوفها لما بتقعد على الكنبية لوحدها، هي بالتمام لبنان، يعني صح. بالتمام هو لبنان متروك لوحده، قاعد حزين 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 ومتروك. والهدف من كل الكليب هو انه نقول حبوا بيروت حبوا لبنان، يعني لان بيروت بتمثل لبنان كله. قديش العمل الاخراجي ممكن يوصل ويدقر بقلبه للإنسان ويصله ويقدر يوصل هالرسالة، إنه أنت سمير عم بتقول أنت شايفه هيك، أنت شايف إنه لبنان متروك. ليكي هلا هو بالنهاية هيدا دايما بيقوله أصلا إنه هو الفن رسالة، ونحن إذا بديك رح أقول بالإجمال كفنانين قادرين بحيلة طريقة نقدر نوصل رسالة، نقدر ما بعرف نجرب نغير، مع انه يعني على الصعيد الشخصي بحس لو شو ما نعمل هالطبقة السياسية اللي عنا اياها ما في شيء بيخليها تنهز او تحس. أيوة والله. بس انه نحن علينا نجرب، علينا ننقل الواقع ونشوف، يعني ان شاء الله نكون دقرنا كثير عالم، وان شاء الله هيدا الشيء يقدر، يعني انا صراحة اذا هلا ما بدي فوت كثير سياسة ما بحب وما بعرف، بس انه بركة الكليب بيوعي كتير عالم مع أنه بركة لازم بالانتخابات الجاية نفكر أكتر من سمير. الرحيل هو منه بس هجرة. أنا أول ما نزل الكليب على فكرة كتبته هيدا التويت، الرحيل منه بس هجرة، الرحيل هي لما توقف على باب المستشفى وما يفوتوك، الرحيل أنه ما يكون معك تاكل بقى، الرحيل أنه ياخدوا لك مصرياتك من البنوكة. الهجرة هي مش بس اني فل من بلدي، فل سافر على بلد تاني، فيك تكون بقلب بيتك مهاجر، بقلب بلدك مهاجر، انت مهاجر صرت مهجر من قلب بلدك. يعني الهجرة لا تختصر بس اني انا احمل حالي وسافر اترك البلد، الهجرة كمان انت وبقلب البلد فيهم يهجروك من بيتك من وهيك اللي عم بيصير هلا. مش هيك قلت لك اول شيء انه بدي احكي عن نحن كهلا الجيل الجديد، انه عن جد عم نحس انه البلد مش لنا، وحتى بطل يشبهنا، انه الشيء الوحيد اللي كنا اذا بدك نعتز فيه بهالبلد هو الجميزة ومنخايل، لانه كانوا بيحملوا تراث معين بيذكرنا ببيروت القديمة وهلا دمروها. ومثل ما قلت إذا بس الهجرة هي نحن حتى ببلد، يعني هو أضرب شيء أنه نحن بهيدا الانفجار اللي صار أنه عالم ماتت هي وقاعدة ببيتها مرتاحة. صحيح. فمعقول الواحد بعد يصير معه. سمير شو اللي بتشتغله أنت أكتر شيء، بس هيك لنعرف عنك شوي، أنت بتشتغل كليبات ودعايات صح؟ صحيح. أنا أكتر يعني بصور أكتر دعايات على فكرة. مش معقول مخرجي دعايات ببينوا، يعني سبحان الله، يعني شغلهم ببين أنه، يعني لأنه أنا بعرف كتير مخرجين باكراوندهم دعايات بيبقى غير شيء، يعني ما في 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 جمالية بالصورة رهيبة من اللي بيصوروا دعايات. يعني عم نجرب نعمل كل شيء، يعني بصور أكتر دعايات، الفيديو كليبات يعني عن جد بنطر الفرصة المناسبة كرمال أعمل هذا التعامل فيديو كليب، وأكيد يعني بيبقى البارت اللي الأهم لإلي هو إخراج الأفلام، وأنا كل فترة بعمل فيلم قصير، وهلأ كنت مؤخراً عم ببرم بفيلم القصير حول العالم، بس وقت اجت كورونا وقفت لنا هالبرمجة، بس على امل يعني السنه الجايه بنرجع بنقلع ونوصل لهدفنا انه نعمل فيلم. الدراما بت 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 بتشدك سمير؟
الدراما بتشدني اذا بدي اعملها على طريقتي، مش مثل ما هلا كيف هي بلبنان او بالعالم العربي. يعني يعني بعتقد انه علقانين نحن بالدراما بكوتي خلص بينعاد نفسه مع نفس الوجوه، نفس الفكره، نفس التمثيل، ما عم نظهر بمحل. يعني بنشوف برا قديش سابقيننا بالافكار، خلص علقانين بشيء معين ما عم نقدر نظهر منه. صحيح، ما بيشبه بقى الجيل الجديد، ما بيشبه هلا التطور كيف. يعني انا بقول انه اهم شيء الواحد وقت بده يعمل دراما انه على القليل يكون شيء حقيقي، شيء نصدقه. يعني انا ولا مره حضرت مسلسل عربي حسيت انه ايه هيدي معقول تصير بالحياه، انه يعني دائما بيكون فوق الخيال او شيء ما بعرف، كثير قليل يتصدق. اكثر لبناني قصدك، لانه في اعمال عربيه كثير قويه. يعني اكيد اكيد ما بيخلى الامر من كم عمل. هلا انا عم بقول لك ما كثير بتابع وبحضر، بس انه ان جنرال وقت اشوف. لكن نحن بدنا نكسبك بالدراما اللبنانيه، وبهمنا نحن كمان عندنا الاخلاق، عندنا مشكله نصوص، كمان عندنا مشكله صح. نصوص. الكتابه كثير مهمه ومش كثير عاطينا اهميه. على امل شي يوم انا وياك نشتغل سوا. يلا ليش لا؟ ايه اكيد بشرفنا. ميسا نحن خلص وقتنا، بننتقل عند كاترين. اوكي سمير، شكرا كثير لوجودك معنا، وجود لك لك بدبي، ونحن بنشوف حالنا فيك. انا شخصيا بشوف حالي باشخاص مثلك، بالامل هيك شويه ضوء بهالعتمه اللي عايشينها، بشباب هالقد موهوبين، هالقد شاطرين، ما بدها الاشياء تفزلك، وما بدها يعني هي ببساطتها الصعبه، هي القصه انك تقدر تحققها بهالبساطه هي صعوبتها، هاي المشكله. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لك كريم الجديد، وان شاء الله نلقى قريبا كمان. شكرا لك، شكرا كثير، واكيد تحيه كثير كبيره للنجمه نانسي عجرم، لمدير اعمالها جيجي لامارا، هالشخص الايبر ذكي يعني، ومن انجح مدراء الاعمال بالعالم العربي.